ماشي. انت بقى برضه ما بيردش. انت بتكلمي مين؟ مش هستريح الا لما اديله كلمتين في جنابه. انا هوريه ايه الاسلوب ده. انسي خلاص، ده انت حتى لو شفتيه في اي حته في الشارع ولا كانك شفتيه ولا تعرفيه قبل كده ولا كاني شفته. ده ايه؟ هو انا هسيبه؟ حياه امي ما هسيبه. استني ثانيه واحده مدير البنك. الو، ازاي حضرتك؟ انا زينب عبد الله. الحمد لله كويسه. انا بس كنت عايزه استفسر من حضرتك عن حاجه تخص بابا بعد اذنك. اوكي، الحقوني. شكرا. الحقوني في ايه؟ ماما وقعت مني. ايه؟ ماما. ماما مالها؟ ماما في ايه؟ ماما اتشرم عليك. اتشرم عليك مالك يا حبيبتي؟ مالك؟ برافو. على مهلك. سنديها على محلوك. واحدة واحدة بالراحة. بالراحة. ألف سلامة عليك يا حبيبي. ألو دكتور محمد. عبد الحكيم راسه ناشفة صح وجلبه جامد، بس والده حلال ومش هيسيبك، وأنا عارف الكلام ده. أنا معرفش أعمل إيه يا عبد السلام. على اليمين أنا لو لاقي سكة تانية لا كنت اتكلمت في حاجة ولا طلبت حاجة. أنت مالك بتتكلم كده كأنك بتاخد حق مش حقك؟ ده مالك؟ ورثك عن أبوك، أنت كنت سايبه بمزاجك، مش معنى ذلك إن أنت مالكش فيه. أنا قلت يعني طالما ربنا كرمني وفتحها عليا خلينا حبايب أحسن، وإذا كانت الفلوس هتشيلنا من بعضينا بلاها الفلوس من أصله. بقول لك إيه؟ اجمدك ده، انا عايزك راجل من الاخر، ولازم تعرف ان اخوك يديك عينيه التنين، بس اهم حاجه تبعد العقرب اللي عايشه معاه ده. يا عم لا ابعد ولا قرب، ماليش فيه. اقول لك انا هقوم عشان الحق اروح. تروح فين؟ انت هتبات هنا النهارده وانت حابب تمشي في الضلمه دي؟ جري يا عبد السلام، هيك ما عرفش اختك كريمه انت، زمانها قلب الدنيا. كلمها في التليفون يا اخوي. ما ينفعش يا عبد السلام. لا يا مروان. طب احجولك، انا مش عاوزه اعيش معاك. اقول لك طلقني. البت دي عايزه قطع رقبات. يا عبد السلام، البنات ما تجيش بالعافيه، تجي بالراحه بالحنيه. انت اتجننت يا ناديه؟ اتجننتي؟ بتبجحها فيا وبترفع حسك كمان؟ انا خلاص زهقت، ما عادش عندي طاقه. قسما بالله انت لو مكاني ما تتحمل دقيقه واحده. امك صعبه قوي، واللي زاد وغطى الست فوزيه وكنتسه شمس. ايه يا بنت صوتك عالي ليه؟ انا مش هروح معايا ابوي الا لما يجيب لي حقي، ويوعدني قدامك انه هجيب لي بيت ليا لوحدي. مروان ممكن تسيبنا لوحدنا؟ اسيبها كيف؟ اسيبها كيف يا عم؟ وني من فضلك يا مروان سيبنا دلوق. أطلقك؟ إيه يا بنت؟ عايزة الناس تقول إيه؟ أبسلام ما عرفش يربي بنته؟ أنا مش قليلة ولا رمية عشان يعملوا اللي عملوه وأرجع لهم تاني. تعملي إيه يا بنت؟ أنت عايزة تعملي إيه؟ هتعمل إيه؟ هتضربني؟ برضه هعمل اللي في راسي، مش كفاية اللي عملته فيا؟ عملت فيك إيه هاني بقى؟ خاب أملي، طلعتني من العلام وأنا كنت أحسن واحدة. كان زماني دلوقتي دكتورة ولا مهندسة، ده ما كانش في حد في الناحية كلها في عجلي ولا نبهتي. صح ولا أنا غلطانة؟ هي صح، وآخرتها إيه؟ كنت هتتجوزي وتقعدي تخدمي بيتك وعيالك. لا، كانت هتفرق جوي يا أبوي. ما كانش حد رفع عينه فيا وقال لي جوزك متعلم أحسن منك وأنت يا دوبك محصلاه بالعافية. كان زمان راسي براس كل اللي في البيت. بقول لك إيه يا بنت؟ بلاش الكلام الخايب ده وروحي روحي مع جوزك. لا، ده مش كلام خايب، دي الحقيقة وده اللي حصل. وأنا من النهاردة وطالع مش هسيب حجي أبدا، وهو ما كانش هيرجع لي حجي
ويحمي كرامتي يسيبنا احسن. انا مش عاوز ارجع البيت ده خالص. هو انا بتحايل عليكي ولا ايه؟ ها؟ ارجع بيت جوزك. طب خليك فاكر ان انت اللي بتجلي مني، وانت اللي بتخليهم يرفعوا الشبشب فوق دماغي، وانت السبب يا ابوي. يعني هي دلوقتي كويسه يا دكتور؟ اه تمام الحمد لله، بس الضغط عالي عليها شويه. هي مش المفروض بتاخد دواء ضغط؟ اه بتاخد الدواء. طيب انا كتبت لها الدواء ده كمان، ويا ريت تاخد الاثنين بانتظام ان شاء الله. بس انتوا يا ريت ما تزعلوهاش، هي شكلها كانت زعلانه من حاجه جامد قوي. ماشي يا دكتور. بس يا ماما بقى، بس يا ماما انت مش سامعه بيقول ايه؟ بس يا حبيبتي دماغي بتوجعني قوي. ما تنساش تقول لابوك اني جيت وما لقيتوش. حاضر يا عمي. لما ياجي يبقى يكلمني في التلفون. انا بقول اتبات عندنا النهارده. لا انت عارف مرات عمك ما تقبلش ان ابات برا البيت. يلا سلام عليكم. مع السلامه يا عمي. مروان تعال. كان بيقول لك ايه؟ بقول ايه يعني؟ يا اما انت كان لازم تمسكي فيه عشان يبات عندنا. قلت له مرضيش. ومالك زعلان مني ليه؟ عمتك فوق، روح اسالها. تعال هنام. هتروح فين وتسيب لنا المطينه دي؟ مطينه مين؟ نادي يا اخوي، قلت لك طلقها ما تسمع كلامي. بدي دي فجريه وهي اللي فجراك. راح فين وما تردش علي؟ شغل شغل يما، عندي شغل. سلام اخوي. واتخايب. ايوه ايوه عشان تعرف بس انك انت ندل. يعني انا جيت وسلمت عليك وعامله معاك احلى واجب، وبرضه ما حاولتش ان انت تنزل تقعد معايا. كنت لسه هنزلك. اتفضلي. انت زي ما انت، ما بتحبش تروح لحد. اقعدي. انت فاهماني غلط. لا فهمك صح قوي. وانا بقى لما كنتش فهمك صح ما كناش بعدنا عن بعض. لو كنت فهمتيني صح كان زمانك معايا لحد دلوقتي. وكنت عملت لي ايه بقى ان شاء الله؟ لبستني الجرجره والبرقع وقعدتني في البيت. وماله انت طماع يا عبد الحكيم؟ انا عمري ما كنت طماع. لا طماع وما بتحبش الا نفسك. والمشكله بقى انك انت مش شايف ده، وشايف كل اللي انت بتعمله صح، وعايز كل الناس تمشي وراك وتقول لك امين، رغم انك انت بتخسر كل الناس اللي حواليك، وبرضه ما بتحرمش. انا قطر ماشي في الدنيا وليه محطه هيوصل لها، واللي عايز يبقى معاي يركب القطر، فاهمه؟ طب انزل في محطه الناس اللي عايزاك، الناس اللي بتحبك. اللي بيحبني يركب القطر معاي، والا ملوش عازه. انت زي ما انت مش هتتغير ابدا. على كل حال ايه رايك؟ انا عندي شو حلو قوي النهارده، انزل كده سلي نفسك معايا. لا ماليش نفس. ايه ما بقيتش تقدر على السهر زي الاول ولا ايه؟ هو فين سهر زمان وقعدات زمان؟ السهر دلوقتي بقى ماسخ ملوش طعم. شغلانه بيعملها اللي عايز يلهف قرشين مش عشان يبسطك. في دي بقى عندك حق عبد الحكيم. اوعى تسيب الاوتيل من غير ما تقول لي. حكيم انا زعل قوي. وانا اقدر برضه على زعلك. مع السلامه.